السلام عليكم، ألف مرحبا بجميع المتتبعين الكرام داخل الوطن وخارج الوطن على قناتكم ايموبيلي بني ملال، القناة اللي متخصصة في بيع وشراء جميع أنواع العقارات، القناة ديال منير مسفيوي. ديما الجديد إن شاء الله. اليوم إن شاء الله بغيت نوريكم واحد تقريبا هكتار قال شي حاجة البيع كاين قرب عين سردون اللي بغى اي حاجه في العقار. الف مرحبا وكنبغي نشكركم بزاف ورا ديما الجديد، وشكرا لجميع المتتبعين وجميع الناس اللي كيخليو ليا تعليقات، وكنتمنى اللي شاف القناه يبارطاجي وضغطوا على الجرس وشاركوا في القناه، عاونونا بالاشتراك باش اي حاجه كانت جديده ان شاء الله توصلوا بها. الانسان ما غادي يخسر والو الا شجعنا بالاشتراك في القناه، بالعكس غادي يكثروا العروض وكل شيء يستافد ان شاء الله. والقناه راه تتقدم لكم واحد المحتوى لشي حاجه يستفدوا منا الناس. ديما الجديد على قناتكم ايموبيلي بني ملال، حنا راه تنديروا كل ما في جهدنا باش نجيبوا لكم عقارات اللي في المستوى. كما كتشوفوا هكتار قل شي حاجه كيتواجد قرب عين سردون، ديما الجديد ان شاء الله. كنتمنى تبارطاجيو وتضغطوا على الجرس. اللي بغى يبيع اي عقار ما عليه الا يتصل على الرقم 0674 55 35 03. كل ما يتعلق بالعقار، اللي بغى يبيع اي حاجه في العقار ما عليه الا يتصل. كما كتشوفوا وراجع على الطريق قريب لسيدي احمد. ديما الجديد ان شاء الله على قناتكم ايموبيلي بني ملال. كنشكر جميع الناس اللي كيراسلوا لي العائلات والاصدقاء ديالهم والناس اللي تنشر لهم عقارات، شكرا لكم بزاف على الثقه ديالكم. الثقه ديالكم هي راس مالنا. شكرا لجميع الناس اللي اتصلوا تبغي تاكدوا منير مسفيوي. كما كتشوفوا اللي عنده كما قلت لكم اي عقار لبيع الف مرحبا. اراضي فلاحيه، شقق، عمارات، اير بليس ان، اير بليس دو، كل ما يتعلق بالعقار. شكرا لكم بزاف وانتظروا ديما الجديد ان شاء الله على قناتكم ايموبيلي بن ملال، القناه ديال منير مسفيوي اللي متخصصه في بيع وشراء جميع انواع العقارات.